بعد أكثر من 7 سنوات من الحرب التي لم تكتفي بإيقاف عجلة التنمية في اليمن وحسب، وإنما أعادته إلى العصور الوسطى، حيث يقبع نحو 70% من الشعب اليمني تحت خط الفقر ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة بحسب منظمات دولية. انقلاب حوثي على الشرعية المدعومة دولياً، ثم انقلاب بتوقيع المجلس الانتقالي الجنوبي على الشرعية نفسها، وتحالف دولي حمل على عاتقه دعم الشرعية اليمنية بقيادة الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي. حرب ضروس لم تستطع العديد من الاتفاقيات والمبادرات الدولية إطفاء جذوتها أو التخفيف من وطأتها على اليمنيين، فالأطراف المتصارعة دائما ما تجد لها منافذ لنقضها أو التحايل عليها أو ضرب بنودها عرض متارس النيران المتبادلة من 1000 جبهة وجبهة. وها هي مبادرة أخرى تضاف لسابقاتها من المبادرات، وهذه المرة من الرياض، والغاية منها كما ترى الرياض إنهاء الحرب الدائرة في بلد طالما أطلق عليه اليمن السعيد لكونه لم يدخل في حروب طوال على مر التاريخ. المبادرة السعودية حملت هذه المرة بنودا واضحة أقرب وفق خبراء إلى تطبيقها على أرض الواقع، أبرزها تخفيف الحصار الذي فرضه التحالف العربي بقيادة السعودية على ميناء الحديدة غربي اليمن، والذي يعد الشريان الذي يغذي أغلب محافظات شمالي البلاد، والذي ظل تحت وطأة حصار التحالف طيلة سنوات الحرب، والذهاب بإيراداته إلى البنك المركزي اليمني ليتقاسمها المتصارعون وما أكثرهم، السماح لمطار صنعاء بالعودة إلى العمل وإن كانت عودة مشروطة بوجهات بعينها. مبادرات كثيرة والحرب مستعرة، فهل ستنجح المبادرة السعودية هذه المرة بإسكات أزيز الرصاص أم أن للإنقلابيين رأي آخر؟